أو القصة فهي قصة مريم ومتها. مريم النهاردة كملت السنة ومتها أخدتها عشان توديها بالضاعة. لكن مريم اللي هي تعبت جدا سخونية وصداع وبكى وصريخ، ومتها ما كانتش فاهمة هي عملت إيه غير إن هي عطتها تطعيم. هل التطعيم ده كان ملوث؟ على الجانب التاني فهي قصة هند. هند النهاردة للأسف اتصابت بالحصبة. اتصلت بيهم باتنين من صحابها بتقول لهم أنا جاتلي الحصبة. أول واحدة من صاحبتها ردت عليها راحت قالت لها أيوة يا هند أنا آسفة جدا، ماما قالت لي إن أنتي مش هينفع تروحي عشان أنتي ما جاتلكيش الحصبة قبل كده. أما صاحبتها التانية فردت عليها وقالت لها أيوة يا هند لا أنا جايالك، لا طبعا أنا مش خايفة، أصل أنا ماما قالت لي عشان أنا جاتلي الحصبة قبل كده فأنا اكتسبت مناعة. مريم قاعدة طول الليل بتفكر يعني إيه صاحبتها اكتسبت مناعة، وليه دي صاحبتها دي هتيجي وصاحبتها دي مش هتيجي. معاكم سارة محمد عليان تيم 3، هتقدم لكم النمري سيلز اوف ايمين سيستم، الخلايا الذاكره لجهاز المناعه. ربنا وهب الانسان جهاز عظيم جدا وهو الجهاز المناعي. الجهاز ده مسؤول يهاجم اي ميكروب يدخل جوه الجسم. يهاجمه عن طريق ايه؟ عن طريق اليات كتيره جدا، منها ان هو بيطلق حاجه اسمها اسم مضاد للميكروب. كل ميكروب ليه جسم مضاد الخاص بيه. فمثلا لو انا عندي مليون مايكرو مختلف فانا عندي في المقابل مليون جسم مضاد مختلف. تمام، برافو جدا. الجهاز المناعي عرف يقضي على المرض، بس هل هي مهمه الجهاز المناعي ان هو يقضي على المرض وبس كده؟ لا، الجهاز المناعي بيكمل معانا ان هو بيتكون حاجه اسمها الخلايا الذاكره. الخلايا الذاكره دي مهمتها ان هي تفتكر المايكروب لو دخل الجسم تاني مره، وبتطلق نفس الاجسام المضاده بس المره دي هتطلقها بطريقه سريعه جدا وبكميه اكبر، فبتقضي على المايكروب من غير ما انت تحس انك انت اصلا اتصبت بيه. تمام، ممكن دلوقتي نجاوب على سؤال هند. سؤال هند صاحبتها اكتسبت مناعه فمعنى كده ان هي دلوقتي عندها ميموري سيلز. اما بقى عن استفسار ام مريم، فمامة مريم كانت فاكره ان هي رايحه تدي هند تطعيمات، مريم تطعيمات، يعني رايحة تديها شوية فيتامينز أو شوية أدوية، ما كانتش تعرف إن هي رايحة تدي هند المرض. أيوة، التطعيم هو إن أنا بديك المرض في صورة معالجة بيولوجية. طب الهدف إيه؟ إن أنا بحس الجهاز المناعي عشان ينتج الخلايا، ينتج الخلايا الذاكرة والأجسام المضادة، فلما الجسم يتصاب فيما بعد بالمرض حقيقي يكون فيه مناعة. تمام، اتمنى ان احنا في النهايه نكون وصلنا هو ليه الواحد بيتصاب بالحصبه مره